اي دي، وهي كلها يعني قصيرة، ما حنطول فيه ان شاء الله. اول محاضرة، محاضرة في الاي دي هي محاضرة الاتش اي بي، يعني في نقاط كده برضو معينة في الاتش اي بي او في الايدز هي اللي عادة تنتجي عليها الأسئلة، وهو أهم موضوع في الـ ID Review. فاحنا هنتكلم Introduction، هنتكلم عن الـ Clinical Manifestation والـ AIDS Syndrome، بالإضافة للـ How to Diagnose and How to Manage. أول حاجة كـ Introduction، طبعاً الـ Cause أو الـ Infection اللي بتحصل بالـ HIV Virus اسمه Human Immunodeficiency Virus، وهذا يعمل Complex Disease و Chronic Immunodeficiency. باثوفيسيولوجيكالي بكل بساطة اللي بيحصل انه الفيروس انفكت الماكروفاج والسي دي 4، وهذه اول نقطة ممكن تيجي عليها اسئلة اذا بيسالوا في الباثوفيسيولوجي، which of the following cells infected بال اتش اي بي، سي دي 4 cells، وبالتالي الاميون السيلولر اميونيتي هي اللي بتكون ديفكتيف، فحيكون في بريديسبوزيشن لل اوبورتونستيك انفكشن. فهذه اول نقطه. فاحنا عندنا 3 ميجر ستيجز، يا انه يعمل اكيوت انفكشن زي ما كان بيعمل الهيباتايتس والاذر فايرال انفكشن، بيعمل فلو لايك سيمبتومز، بيعمل ليمفادينايتس وليمفادينوبثي وهيديك وماليز، او بيعمل او بعد وبعد كده قصدي بيدخل في كلينيكال ليتنسي، يعني يجلس الفيروس هذه 10 سنين ما له اي حس، وبعد كده دي ديفلوب ايدز او اللي هي الاكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم. هنشوف ايش المقصود بكلمه ايدز. Transmission نفس اللي كان بيحصل في الهيباتيتس بي، sexual transmission 80% of the infection. فهذا رقم واحد. في other ways of transmission including ال parental transmission, sharing needles, blood transfusion وال vertical transmission from mother to child. طيب فاحنا عندنا ال acute HIV اللي ذكرتها لكم، قلت لكم يجيب fever, headache, arthralgia و وليمفادينوباثي وراش وجي اي سيمبتومز وسور ثروت. هذه عاده يعني موستلي جوز ان نوتست، فكرها بانفلونزا، ويعني ما حد يعمل سكريننج للاتش اي بي بناء على هذه السيمبتوم لانها فيري نون سبيسيفيك سيمبتومز وما بتطول. بعد كده يدخل المريض في كلينيكال ليتنسي ويكون اي سيمبتوماتيك بدون اي اعراض، ممكن تظهر فيهم حاجه بنسميها نون ايدز ديفايننج كونديشنز زي الاورال كانديديزز، فاجينال انفكشن، كرونيك دايريا، هذه كلها حاجات نون ايز ديفايننج النس، ما دخل لسه في الاوبرتونستيك انفكشن المهمه اللي حنتكلم عنها في السلايد اللي بعد كده. النقطه المهمه واللي عاده عليها تركيز الاسئله هي هذا السلايد اللي هي الايدز. فالسي دي سي بتعرف الايدز انه ديفلوبمنت اوف ايدز ديفايننج كونديشن او السي دي 4 صارت اقل من 200، واحدة من الاثنين دي. فعشان أقول إنه الشخص هذا عنده ايدز لازم إنه واحدة من اللي هي هذه الحالتين، فيدخل من clinical latency into AIDS اللي هي CD4 less than 200 أو بدأت الايدز defining condition. ليه يسموها AIDS defining condition؟ يعني هذه الكونديشن تقريبا ما بنشوفها في أحد في الدنيا إلا اللي عندهم ايدز، لأنه السيلولر immunity عندهم ضربت تماما فبيدخلوا فيه هذا الانفكشن. رقم واحد، وشوفوا هنا حطيت لكم تقريبا 7 أو 8 ام سي كيوز في سلايد واحد، وعاده الاسئله ما تطلع عن دي الحاجات في الايدز وحتى في الاتش اي في ليكتشر، يعني التركيز يكون على دي الحاجات. رقم واحد، لما السي دي 4 سيلز بتصير ليس ذان 200 يجيني مريض بدراي كف وفيفر وشورتنس اوف بريث وبايلاترال انفلتريت وتشست اكس راي، What is the most likely diagnosis؟ على طول نختار pneumocystis جيروفيتشاي نيمونيا، والتريتمنت حيكون بالكوترايموكسازول اسمه الثاني باكترين، اسمه الثالث اللي شايفينه قدامكم ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول، اسمه المختصر باكترين يسموه او كوترايموكسازول. فهذا كومبينيشن اوف تريتمنت، هذا هو علاج pneumocystis جيروفيتشاي. كومون سيناريو يجيب لك واحد يحط لك، بعض الاحيان ما يقول لك انه اصلا اتش اي في بيشنت، يقول لك انه عنده مالتيبل سكشوال كونتاكت وجاي دحين ب سي دي 4 ليس ذان 200، خلاص انت هنا عرفت على طول انه هذا ايه ايدز او عنده اتش اي في. جاي دحين بتشيس اكس راي بايلاترال انفلتريت دراي كف وفيفر، ذيس از نيموسيستس يوريفيتشاي انتل بروفن اذروايز.
تريتمنت تراميثوبريم سلفامثكسازول وبروفيلاكسز لاي شخص اقيس السي دي 4 الاقيها ليس ذان 200 على طول ابدا على كوتراموكسازول لين السي دي 4 تصير مور ذان 200 اذروايز يجلس باقي عمره على هذا البروفيلاكسز. فلازم تعرف ايش هو البروفيلاكسز، لازم السيناريو يا يجي بالسيمبتومز يا يجي يقول لك هذا مريض عنده اتش اي في وكذا وفجاه السي دي 4 دروب بلو 200 ايش تبي تسوي له؟ ابغى ابدا على تراميثوبريم سلفامثكسازول بروفيلاكسز. طيب هذه تو كويستشن في واحد يعني في نقطه واحده. طيب بعد كده مشي ذا المريض والسي دي 4 عنده دروب ليس ذان 100 وجايني دحين بسيجر وبويكنس وانكريز انتراكرينيال بريشر اللي هي هيديك وفوميتنج وهذه الحاجات، فوقتها حنفكر يا هذا المريض عنده سي ان اس ليمفوما برايمري سي ان اس ليمفوما اللي مالجنسي اتش اي بي يعتبر ريسك للمالجنسي او عنده سيريبرال توكسوبلازموزس. ف وكيف افرق؟ الطريقه الوحيده اللي ممكن تساعدني طبعا ديفيكلت كلينيكالي بس الفرق الوحيد كونتراست سي تي. الكونتراست سي تي هيورينا اذا كانت سوليتري رينج انهانسمنت ليجن ذس از موست لايكلي ليمفوما، اذا كانت مالتيبل رينج انهانسنج ليجنز هذه سيريبرال توكسوبلازموزس. كل واحده من دي جاتني قبل عليها ام سي كيوز وفيري كومون ام سي كيو هذا بيجي كثير، بنفرق بس بالسي تي فايندينج وما هي ترى قاعده ثابته بس عشان الام سي كيوز يعني لانه بعض الاحيان هو الفرق الوحيد بينهم. طبعا احنا حنرسل التوكسوبلازموزس سيرولوجي عشان نتاكد، وفي الليمفوما برضه السي بي سي واذا في اذر ليمفادينوباثي يعني كلها حاجات كثير بس الفرق الرئيسي بالسي تي حيكون. فهذا لما السي دي 4 تكون ليس ذان 100. طيب مريض وركزوا في دي النقطة، عندي تو ديفرنت بيشنت تو ديفرنت سيناريو، واحد سي دي 4 200 وجاي بي هيديك نيك ستيفنس و هيديك ونيك ستيفنس واللي هي الفيفر يعني من الجهايتس من الأخير. What is the most likely organism لما السي دي 4 تكون 200 أو 300؟ نفس الأورجانيزم اللي بتسبب ال اللي هي المينينجايتس في الـ في الـ في الاذر بوبوليشن، نفس الشيء ستريبتوكوكس ليموني او دا او ممكن تكون كانديدا كمان. لكن لما تكون السي دي 4 ليس ذان 100 خيار واحد بس تختاروه اللي هو الكريبتوكوكال مينينجايتس، هذه فانجل انفكشن بتحصل في اللي عندهم سي دي 4 ليس ذان 100 وبتيجي مينينجايتس بيكتشر. فبيسالوا كثير ايش التست اللي بتعمل انديا انك testing to check for cryptococcal meningitis واللي هي culture ف this is for cryptococcal meningitis. طيب واحد تاني جاي ب vision loss فقد البصر والCD4 less than 50 number one differential تختاروه على طول CMV retinitis اللي سايتوميجالو فيروس retinitis. هذه يعني هي eye sight threatening يعني ممكن يفقد بصره وتحتاج immediate treatment، علاجها ممكن تسجلوه كمان كده في السلايد جان سايكلوفير. طيب الجان سايكلوفير هو علاج الـ CMV retinitis we need to start it immediately للبيشنت اللي يجون بـ eye manifestation والـ CD4 عندهم less than 50. آخر حاجة واحد الـ CD4 again drop less than 50 وجاي بـ shortness of breath ونفس السيمتومز اللي تكلمنا عنها بس عنده كمان اللي هي الكونستيتوشنال سيمبتومز جاي بي ويت لوس ونقص في ابيتايت وفيفر اللي هي كونستيتوشنال مين للويت لوس. فهنا على طول this is MAC infection اللي هي مايكوبكتيريوم افيوم كومبلكس اخت المايكوبكتيريوم تيبركلوزز بس هذا ما يجي غير في الاميون كومبرمايز اذروايز بيسوي انفكشن في البيردز واللي هي الطيور. ف فيجي في الـ في الـ في الفيري اميون كومبرومايز وعلاجه بيكون كلاريثرومايسين او ازيثرومايسين مع ايثامبيتول. ايثامبيتول هذا اللي بنستخدمه في التي بي لو بتتذكرون بس بنضيف له كمان ماكرولايد ايذر كلاريثرومايسين او ازيثرومايسين وهذا كمان بروفيلاكسيس. يعني اي شخص سي دي 4 دروب ليس ذان 200 حبداوا على ترايميثوبريم سلفامثكسازول، اي شخص سي دي 4 دروب بلو 50 ابداوا على بروفيلاكسيس ازيثرو او كلاريثرو مع ايثامبيوتول از بروفيلاكسيس لين السي دي 4 تزيد عن 50.
هذا السلايد يعني هو شوية difficult وفيه أسماء أدوية وكذا، بس يحتاج يعني ما تدخل اختبار في أسئلة عن الـ HIV أو الـ ID أو اختبار internal medicine بدون ما يتراجع، لأنه عادة أسئلة الـ HIV والـ AIDS تكون على دي النقاط الـ critical. ف يعني to the point. طبعا في other AIDS defining condition وفي other disease كثيرة، لأنه الـ AIDS في الـ Davidson وفي في انكساب شابتر لحاله بيكون اللي هو الـ HIV والـ AIDS. لكن هي دي النقاط المهمة، وعادة يعني ما ينفع انه نذاكر الاتش اي في بدون ما نكون عارفينها. طيب هاو تو دايجنوز وانس يو سسبكت واحد عنده مالتيبل سيكشوال كونتاكت، او قال لك انه دراج ادكت، او تبي تعمل له سكريننج، ايش التست اللي بنستخدمه؟ زمان زمان الاليزا، وكان هو اللي يجي في الخيارات اللي هو بس انتي بادي ديتكشن تيست. الان الخيار الصح يكون في كل الاسئله، وخاصه يعني اسئله الكليه الجديده كلها صار هذا الخيار دائما موجود فيها، اللي هي الكومبينيشن انتيجين انتي بودي تيستينج. فهذا از بيتر تو سكرين فور الاتش اي في انتيجين والانتي بوديز. اذا قال لك هذا التست انه نيجاتيف، خلاص الحمد لله هذا الشخص ما عنده ابدا اي اتش اي في انفكشن، لانه لا الانتيجين ولا الانتي بودي موجوده عنده. الإلايزا سكند تشويس إذا ما لقيته، هذا الكلية لسه ماشية على أسئلة قديمة أو جاب سؤال في الهيئة قديم، تختاروا الإلايزا. otherwise هذا هو الفيرست لاين تيست وسكرينينج اللي نستخدمه. طيب واحد طلع عنده بوزيتيف كومبينيشن أنتيجين أنتي بودي تيست، what's your next step أو إيش هتسوي فيه؟ confirm with HIV1 HIV2 أنتي بودي ديفرينشيشن immunoassay، هذا بنسميه confirmatory test of choice. كيف أتذكرهم أو حلخبط بينهم؟ هذا من اسمه في كلمة differentiation، يعني هذا التست حيقول لك من كتر ما هو specific حيقول لك هذا HIV1 ولا HIV2 من اسمه differentiate، لأنه إحنا عندنا two different serotype HIV1 و HIV2 وإن 20 minutes it can be done. فهذا هو الconfirmatory test. زمان كان الconfirmatory هو الwestern plot وهذا هو second choice، يعني زي فكرة الهيباتات السيرة وتتذكروا قلت لكم بدأ الانتيبادي positive يconfirm with RNA. هنا إذا الأنتيجين أنتيبادي تيست كان بوزيتيف، you should confirm with ال HIV1 HIV2 antibody differentiation immune assay. لكن first line هذا أو ال first step بس the next step confirmation بالهذا التست. طيب نيجي لآخر سلايد في اللي هي ال management، وهنا ما يحتاج تحفظوا أسماء المديكيشن قد ما تحتاج تعرفوا كيف تفرقوا بين الكلاسز المختلفة. أي مريض عنده HIV خلاص ديجنوست وكونفيرم بالديفرنشيشن أمينو أسيل، نحتاج نبدأ على هارت اللي هي الأنتي ريتروفايرال HIV ثيرابي. فأي مريض لازم يكون على ثلاثة ميديكيشن، خلاص ثلاثة ميديكيشن. طيب شايفين you need to start three drug regimen as soon as possible، سواء post exposure دحين هنجيله أو كتريتمنت. فرقم واحد لازم يكون في اتليست اثنين من حاجه بنسميها نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور. انتوا عارفين مصيبه الاتش اي في انه بيحول نفسه من ار ان اي لدي ان اي، بعد كده يعكس نفسه بيتحول الى ار ان اي مره ثانيه ويبدا يخرب الدنيا. ف كله بفضل هذا الانزيم اللي اسمه نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز. فاحنا نستخدم انهبيتور لذا الانزيم ننكب الفيروس تماما. فهذه هي الميديكيشن اللي هي الفيودين الـ تنتهي كلها، يعني انتم لو عرفتوا تنتهي بايش حتسهل عليكم كثير. الزيدو فيودين واللامي فيودين والاباكافير يعني اشهر اثنين صراحه اللامي فيودين والزيدو فيودين عاده هي اللي تيجي. يو نيد ات ليست تو اوف ذس كلاس، هذا رقم واحد اللي هي الان ار تي اي، هذه نسميها الباك بون اوف ذا تريتمنت اوف اتش اي في. طيب بعد كده عندنا النون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور، يعني ما هي نيوكليوسايد بس هي برضو تعمل انهبيشن لده. هذه النيفرابين والإفافيرينز هذه كلها بوسيبل تختار واحد منها عشان تحطه مع الـ NRTI. في other class of medication بروتيز انهبيتور، فهذه بتمنع البروتيز انزيم اللي بيساعد الفيروس انه يعني قبل لا يخرج من الخلية يحط الكوتينج او البروتين اللي بيحميه. فهذه البروتيز انهبيتور هي less effective less important بس ممكن تستخدمها. طبعا لو تلاحظون تنتهي بنافير كلها ريتونافير اتازانافير لوبينافير كلها تنتهي بنافير،
فهذه على طول نعرف انها بروتيز انهبيتور. فخلوا بالك من الفيودين لازم اثنين منها، وبعد كده تختار الثالث سواء كان نون نيوكليوسايد بروتيز انهبيتور او اخر حاجه النيوكليوتايد انالوجز اللي التينوفوفير اللي بنستخدمه فيرست لاين في الهب بي انفكشن. فلو لاحظتوا شايفين الان ار تي ايز تنتهي بين زيدو فيودين لما فيودين، البروتيز انهبيتور تنتهي بنافير، تمام؟ هذا عشان لا تضيع. يعني الاسئله عليها، السؤال الوحيد اللي عدى علي يعني من اسئله الكليات اللي هو اللي بيسال which of the following medication is the backbone of HIV treatment، وكان الجواب لاميفيودين لانه واحد من ال NRTI. هذه لازم تعرفوها كويس كلها الاربعه. الاذر حتضيف واحد منها وتصير combination treatment، هذه خلاص for life ياخذها المريض. طيب واحد exposed again، النيرس الغلبانه جات تاخذ blood sample وعملت needle stick injury من HIV infected، هنا قبل ما تتفاهم وقبل ما تطلب تس وقبل ما اي شيء تبدا 3 drug regimen as soon as possible، على طول تبداها على 3، ما فيها هنا لانه ما عندنا فاكسين ولا في اي شيء، على طول حتبدا 3 drug regimen وبعد كده يو انفستيجيت هل عندها الانفكشن ولا لا، تمام؟ فهذه اهم النقاط اللي تحتاجوا تعرفوها في محاضره الاتش اي في والايدز سندروم. طيب نكست ليكتشر بروسيلوزيس. طيب ف النكست ليكتشر في الاي دي ريفيو البروسيلوزيس which is يعني very common عندنا هنا في الكينجدوم. ف يعني هتلاقوا انه مو بس في اختبارات الكليات، حتى في اختبارات الهيئه كثير بتيجي اسئله على البروسيلوزيس. ف هنتكلم عن الديفينيشن والكلينيكال فيتشرز، هاو تو دايجنوز اند هاو تو مانج. البروسيلوزيس از زونوتيك انفكشن. زونوتيك يعني بينتقل عن طريق الانيمالز، فهي عباره عن جرام نيجاتيف كوكوبس اللاي، خلاص؟ يعني يقول لك انه وي ديتكت في البلاد جرام نيجاتيف كوكوبس اللاي انترا سيلولر، ثينك اباوت بروسيلا. فمهم جدا ان نعرف هذه المعلومه عن البروسيلا. طبعا كيف ينتقل؟ ينتقل الكاريرز او اللي هي انفكتد عاده بتكون الكاتلز والشيبس والجوتس. فايش اهميه دي المعلومه؟ اهميتها انه الريسك فاكتور في الاي دي، اي موضوع في الاي دي بالذكرو الريسك فاكتورز اهم حاجه. لما نقول لي ترافلنج لمناطق وجاي اكل، على طول نفكر في الهيباتايتس اي والهيباتايتس اي انفكشن. لما يقول لي سكشوال افكر في الاتش اي بي والهيب بي. لما يقول لي انجستشن اوف امباستورايزد ميلك، او الشخص هذا فيت يعني طبيب بيطري، على طول اعرف انه عنده كونتاكت مع الانيمالز، على طول افكر في البروسيلا. واكثر سيناريو بيجيبوه لانه هو اللي عندنا هنا اصلا they drank unpasteurized milk او dairy products او uncooked meat، وجاي دحين بالمانيفستيشن اللي حنتكلم عنها. فعاده الانكيبيشن يجلس 2 to 4 weeks وبتبدا الاعراض اللي شايفينها. طبعا السيمبتومز از نون سبيسيفيك، بس في حاجات كده مميزه في البروسيلوزز. عاده الفيبر بتكون اندولنت فيبر، يعني ريتيرن تو او ديكريز التمبريتشر وبعد كده بترجع ترتفع ثاني، هذه بنسميها اندولنت فيبر. وبتكون عاده يجي المريض 1 ويك 2 ويكس، يعني لونج ديوريشن. في بعضهم يجي 3 شهور از هافينج ذس اندولنت فيبر. ف هذه اهم كاركترستيك رقم واحد، بالاضافه للنم سبيسيفيك سيمتوم هيديك وبادي ايك وماليز والليمفادينوباثي. وفي سيمتوم مميزه بتساعدكم كثير اللي هي الارثرالجيا واللو باك بين. اللو باك بين مميز لانه هذه الانفكشن ممكن تعمل حاجه بنسميها ساكرولايتس او سبوندلايتس، تمام؟ هذه الانفكشن بتكون في السباين، في الساكرال سباين او اللامبو ساكرال سباين، او في الساكرو ايليك جوينت كمان برضو. فهذه بتعمل اوستيو ارتيكولار انفكشن، بتكون لوكالايز انفكشن. لما يجيب لك فيت او يجيب لك شخص شرب امباستورايز ميلك او انكوكت مي، اكل انكوكت مي وجاي دحين بفيفر فور 1 ويك وعنده لو باك بين، على طول على طول على طول فكروا في البروسيلوزيس. وفي حاجه ممكن تضيفوها كمان مهمه معلم في دينوباتي، سبلينوميجالي بعض الاحيان بيحصل، وهذا كلو برضه قوي للبروسيلوزيس.
في اذر سبيسيفيك انفكشن لوكلايزنج في الابيديديمال والتستيكولار تندنس وفلانك بين اللي هي الابيديديم اوركايتس وممكن يعمل بين نفرايتس وكاردياك انفكشن اللي هي الاندوكاردايتس والمايوكاردايتس. طبعا الاثنين دي رير الموست كومن سيناريو اللي انفولفينج الماسكولو سكيليتال سيستم مع الجنرال انفكشن اللي هو سمبل بروسيلوزيس. وهذه اهميتها انه التريتمنت حيختلف الديوريشن. طبعا ضيفوا ممكن يضيفون حاجه برضه مهمه اللي هي النيورو انفولفمنت او اللي هو نسميه سي ان اس بروسيلوزيس او نيورو بروسيلوزيس. فالنيورو بروسيلوزيس بيجي طبعا بال manifestation of meningitis ممكن يكون في seizures ممكن يكون في decrease level of consciousness severe headache neck stiffness. فهذه neurobrucellosis هي دي السيستم اللي ممكن انها involved. فخلوا ده الشيء في بالكم. طيب فعندنا اللاب study اللي حنعملها في حالة طبعا حنطلب ال CBC ممكن يكون في anemia ممكن يكون في neutropenia mild elevation liver enzyme. اللي مهم صراحة في الـ في الـ بروسيلوزيس السيرولوجي السيرولوجيكال تيستينج قصدي معليش الانيشيال تيستينج أباكم تنتبهوا لدي النقطة. انيشيالي يو ويل اوردر سيرم اجلوتينيشن تيست. سيرم اجلوتينيشن تيست عبارة عن انتيبادي تيست خلاص بيقول لك انه في انتيبوديز الجسم كونها ضد البروسيلا. هذا سجستيف اوف ذا اوف ذا اوف ذا دايجنوزيس. فمتى اختاره؟ لما يقول لي initial يعني ممكن بين قوسين كده نحط initial test. لكن to confirm you need a blood culture. لما يسألني what is the gold standard زي السؤال اللي بيجي في اختبار الهيئة الgold standard is the bone marrow biopsy. هذه ما فيها كلام هي اللي حتطلع diagnosis 100% لكن ما نسويها احنا. اللي بنعمله blood culture مع serum agglutination. Initial serum agglutination confirm with blood culture most accurate أو gold standard bone marrow biopsy كده 3 MCQs. بس السؤال عادة confirmatory اللي هي blood culture عشان كده ركزوا عليه وهي أهم شيء. How to treat أو what is the treatment لازم تعرفوا دي المديكيشن وتعرفوا كمان الدوريشن ضيفوها. الفيرست لاين دوكسي and rifampicin هذا الفيرست لاين. السكند لاين إذا rifampicin contraindicated أو patient عنده مثلاً liver disease أو high LFTs ممكن نستخدم السكند لاين doxycycline streptomycin. الاثنين دي كلها صح نادر تيجي الاثنين في نفس الخيارات بس هذه كثير من أكثر أو من most common question. أنتوا عارفين الـ ID لازم أعرف الـ antibiotic أو treatment لكل infection. ف for how long طيب خلينا نمسك أول حاجة neurobrucellosis at least for 6 months. هذا سؤال في الهيئة بيجي دائماً ومن أكثر الأسئلة اللي بتوصل neurobrucellosis 6 شهور. السمبل بروسيلوزيز العادي اللي بدون مسكولوسكيليتال انفولفمنت بنعالجه 6 اسابيع. طيب لو كان في ساكرويلايتس او قال لك اوستيومايلايتس او مسكولوسكيليتال انفولفمنت حتصير الديوريشن 12 ويكس اللي هي كم 3 شهور. يعني 3 شهور للارترايتس 6 شهور للنيورو بروسيلوزيز و6 اسابيع للسمبل بروسيلوزيز اللي هو بدون اي حاجه. ف كده يعني انت قفلت البروسيلا. This is what you need to know about بروسيلا. طيب next lecture الملاريا. بعد كده المواضيع الباقية كلها من 3-4 سلايدات يعني قربنا ان شاء الله نخلص نحاول على 1:30 ان شاء الله. طيب next topic في الID review is the malaria again one of the endemic in our country one of the most important topics في MCQs. فحنتكلم عن definition clinical features diagnosis and management. طبعا زي ما انتم عارفين it's a life threatening condition caused by plasmodium parasite. So it's parasitic infection caused by plasmodium species. عندنا different species حنتكلم عنهم. فهي transmitted through anopheles mosquito. هذا واحد من MCQs اللي ممكن تجي female anopheles mosquito. والانكيوبيشن عادة من 7 أيام 42 يوم. يعني لو جاب لي واحد مسافر رجع في أقل من 7 أيام جاته الفيبر unlikely to be malaria. عادة تأخذ 7 أيام لين السيمتومز ديفلوب. وهذه واحدة من التريكس المشهورة. فهي عادة traveling to tropical areas. السهل في الملاريا اللي فرق عن الأذر topics في الID والأذر infections في الID إنه عادة traveler جاي من tropical area يا central Africa or
from اللي هي الساوث ايست ايجيا اللي هي انديا واندونيسيا وتايلاند. فعندنا different presentation للفيفر بتكون according للunderlying species. إذا كانت الفيفر spikes every 48 hours this is either vivax or plasmodium ovale. في المقابل إذا كانت spiking every 72 hours هذه بنسميها quartan malaria وهذه عادة تكون caused by plasmodium malaria وهذه usually برضو للسبير. المصيبة الكبيرة لما إيش الفالسيبارا الملاري اللي هي الموست سيفير فورم او اللي ممكن تعمل الكومبليكيشن اللي حنتكلم عنها فهذه irregular spiking of fever. فهذه واحده من المعلومات اللي ممكن انها تيجي عليها اسئله وبيساعدنا pattern of fever to differentiate between different organism وخاصه المميزه الوحيده بينهم اللي هي هذه الملاري انها quartan ملاري اللي هي بتكون every 72 hours كل 3 ايام هي مميزة هي الوحيدة اللي هذا الفيتشر فيها فممكن يجي عليها سؤال. How do they present؟ طبعا الملاريا ممكن تضرب أي سيستم خاصة السبير أو المالجننت ملاريا اللي هي caused by plasmodium falciparum لكن generally بتعمل fever, diaphoresis, flu-like symptoms and weakness. There is always increased risk of bleeding بسبب if they develop DIC disseminated intravascular coagulation. واحدة هذه من الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل يصير فيه كواغولوباثي ولوس للكونسومشن للكواغوليشن فاكتورز انفولفمنت اوف جي اي ممكن تعمل فوميتنج ودايريا وابدومينال بين اجين نون سبيسيفيك سيمبتومز هيباتوس بلينوميجالي وجوندس مميزه يعني واحد جاي من تروبيكال اريا بفيفر وجوندس اتس مالاريا انتل بروفن اذروايز حطوها في بالكم يعني هذه قاعده انا بستخدمها كده في الام سي كيوز واحد جاي من انديا او جاي من افريكا وجاي بفيفر وجوندس this is malaria until proven otherwise مع كمان هيباتوس بلينوميجالي always think about malaria. طيب السفير ملاريا بتاعت الفالسيبارم هذه ممكن انها تعمل كيدني فيلير ممكن تعمل فلانك بين وهيموغلوبينوريا ممكن تعمل سيريبرال ملاريا اللي هي يبدأ level of consciousness drop ويدخل في confusion بعد كده كوما وممكن تعمل بالمونري إديما وشك وهارت فيلير فأي سيستم كان بي انفولد في الفالسيبارا. طيب how we diagnose زي ما قلت الهيستوري is more than enough recent or distant traveling وجاي بدي symptoms خلاص testing of malaria is a must خاصة أنه عندنا ترى على فكرة في أسئلة كثير في الهيئة تعدي يعني علي يكون رايح للمناطق اللي endemically في الجنوب تمام ففي الساوث اريا يعتبر برضو ترافلينج او يقول لك مثلا سولجر رايح الجنوب وجاي وبي ديفلوب فيفر وعلى طول تفكر في حتى لو ما كان فيه هيستوري اوف موسكيتو بايتس يعني هذا حيفضح على طول الجواب لكن ترافلينج ذس از يعني مور ذان سجستيف. طيب سي بي سي حيكون فيه هيموليتيك انيميا وثرومبوسايتوبينيا وهيموليتيك انيميا اللي هي الهيموليتيك ماركرز ال دي اتش بيليروبين ريتكس كلها بتكون هاي الهيموجلوبين لو. ونيجي للنقطة المهمة اللي يسأل فيها كثير وجدا مهمة. What is the best initial test to confirm أو بس معليش to detect malaria? A thick blood smear. فالبريفرال blood smear هي التست اللي احنا حنستخدمه بس عندنا thick blood smear وعندنا thin blood smear. مفترض انه ما يخيرني لأنه أي مريض حنطلب له الاثنين لكن لما يخيرك بين الاثنين initially you do a thick blood smear وهذه تقول لك انه في malaria. إيش نوعها؟ الله أعلم. الثين بلاد سمير اللي هي بتكون very specific وبتخليك تعرف أي plasmodium species وهي اللي حتأكد الديجنوزيز. فشايفين هذه فرق مهم دي كلها MCQ's point ومهمة جدا. الثيك بلاد سمير detect الباراسايت الconfirmatory حيكون بالثين بلاد سمير اللي هي more specific but less sensitive. النقطة المهمة اللي أبغاكم تعرفوها كمان إنه إذا في high clinical suspicion والفيرست سمير از نيجاتيف وهذا سؤال مشهور جدا يتكرر كثير. What is the next step? Repeat the smear every 8 hours for 24 hours يعني كل 8 ساعات اعيد السمير ما اقول انه خلاص check for other diagnoses او treat اي مصيبه لا you need to repeat the smear لانه في high clinical suspicion وانتم عارفين انها يعني ما تظهر في البلد 24 hours
تعمل هيموليسيس فتره وتختفي في الار بي سيز. So you need to repeat the test every 8 hours. هذا حيكون الجواب. طيب how to manage؟ لازم نعرف برضو هنا الانتي ملاريا اللي بتستخدم. فاذا كانت بلازموديوم فايفاكس او بلازموديوم اوفال او ملاري او فالسيبارم ذاتس كلوروكوين سنسيتيف، العلاج حيكون من اسمها كلوروكوين او هيدروكس كلوروكوين. وفي حالات الفايفاكس او اوفال يو نيد تو اد برايماكوين. هذه نقطه ام سي كيو مهمه جدا. ليش؟ لانه البرايماكوين يو نيد تو يوز ات في الفايفاكس والاوفال. ليش؟ لانه هذه الاثنين بتتخبى في الليفر، تمام؟ في كده الهيبنوزويد هذه بتروح في الليفر. When you clear the infection from the blood اللي في الليفر هذه موجودة dormant خاملة، في أي لحظة ممكن أنها تعمل relapse وبترجع تاني في البلد. You need primaquine to eradicate في مين؟ في البيفوكس والأوفا. كيف يجيبوها في الأسئلة؟ يقول لك أنه بدأت تريت الكلوروكين which of the following you want to add. فعلى طول نختار primaquine إذا كانت بيفوكس أو أوفا. عمرهم في الحياه ما حيقولوا لك كلوروكوين سنسيتيف، لانه واضحه هتختار على طول كلوروكوين وهيدروكسيكلوروكوين. هم يجيبوا لك الكيس جنرالي، واحد جاي من انديميك اريا او رايح الجنوب، هاو دو يو مانج؟ واضح جدا انه هذا عنده ايش؟ جاي من انديميك اريا، معناته انه ريزيستنت عالي. فالفيرست لاين الميديكيشن اللي تحفظوه زي اسمكم، هذا الميديكيشن هو اللي بنستخدمه في المستشفيات، هو التريتمنت الاساسي ارتيمتر لوميفنترين. It's a combination therapy. هذا الفيرست لاين. ما هو موجود في الخيارات نختار الأتوباكوم بروجانيل اللي هو السكند لاين for the treatment of malaria infection. إن شاء الله تكون وصلت الصورة. يعني أسحب كلوروكوين الآن تقريبا انقرض استخدامه في الملاريا، لأنه في كل مكان في ريزيستنس. فأنا بس حطيته عشان تكونوا عارفين أنه لو قلك في السؤال ما كلوروكوين سنسيتيف أو نان إنديميك أيريا هتختاروا، لكن عادة ما حيديك دي المعلومة، ودائما هذا الجواب موجود الارتيمتر لوميفنترين وهو اللي حنختاره. في حالات الفايروس الأوفال لازم أضيف البرايماكوين كمان، حتى لو استخدمت الارتيمتر لوميفنترين لازم استخدم البرايماكوين. طيب فكده نكون غطينا أهم النقاط اللي تحتاجوا تعرفوها في الملاريا انفكشن. طيب الدينجي فيفر سكند. طيب المحاضرة اللي بعد كده في الاي دي ريفيو محاضرة الدينجي فيفر. فا again this is one of the endemic infection عندنا، يعتبر endemic area للدينجي فيفر، one of the most common infection. فبالتالي حتكون عليها دائما تركيز في الاي دي، وتجي عليها اسئلة. حنتكلم عن الديفينيشن بريزنتيشن الكومبليكيشن الشهيره والخطيره الدي اتش اف او الديكومبنس الدنجي هيموراجيك فيفر والدايجنوزز والتريتمنت. فايتس ا فايرال ديزيز ترانسميتد باي ايدس ايجيبتاي. في الملاريا دائما نقول انوفيلس موسكيتو، هنا الايدس ايجيبتاي. وغالبا هذه تكون او الانديميك اريا الاشهر فيها التروبكس والسب تروبكس اللي موجوده في الساوث ايست ايجيا، الفلبين وتايلاند والإندونيسيا والمناطق هذه. فهذه هي most common viral illness affecting the tourist في tropical regions. وعادة الإنكيبيشن حقها shorter than malaria 2 to 14 days. ف how do they present? Again it's non-specific viral illness. يجي بفيفر ملايز for one week. characteristic إنه الفيفر تكون بعض الأحيان very severe، لها مسمى شهير اللي هي break bone fever. بتكون بتطرح المريض تماما. بيكون في سبير ارثرالجيا ومايليجيا معاها. في سمتوم كده مميزه كانت تيجي في الام سي كيو، صرت اضيفها دائما للسلايد، اللي هي الريترو اوربيتال بين. لما يجي مريض بفيفر وانتم ضايعين اي سبب ممكن يسبب فيفر، والنون سبيسيفيك سمتوم دي اذا في ريترو اوربيتال بين وكان جاي من ايجا او من 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 مينلي من ساوث ايست ايجا، على طول فكروا في الدنجي فيفر. برضو اشهر من الـ من الـ من الملاريا انها تعمل راش، اللي هو الميزلز لايك راش، ماكيولو بابيلر راش، وعاده يظهر 2 to 5 days after the fever وبيكون في لمفادينوباثي. فاجين ذس از نون سبيسيفيك. يمكن في المنطقه الغربيه عندنا اكثر شيء، خاصه في جده تعتبر اندمك للدنجي فيفر. فالدنج صراحه عاده الهيستوري في موسكيتو بايتس،
هو اللي يفضح الدنجي، بالإضافة زي ما قلت لكم الريترو أوربيتال بين والسيفير فيفر، كل هذه كلوز مهمة للدنجي فيفر. تمام، طيب نيجي للكومبليكيشن اللي تكلمنا عنه، وهذه رير تقريبا less than 1% of patients they develop dengue hemorrhagic fever، وهذه يعني 1 to 2% of cases it's even less than this بتحصل هذه الكومبليكيشن، بس انها ديزاستر لما تحصل. طبعا هذه تحصل بعد اسبوع after the initial fever subside، عاده بعد اسبوع من هذا تروح الفيفر وخلاص يحس انه تعافى، فجاه تبدا هذه المانيفيستيشن. ممكن يحصل سكند سبايك اوف فيفر او يدخل في هايبوثيرميا مع abdominal pain وvomiting وchange في المينتال ستاتس. وأهم نقطة تخليكم تفكروا في الدنجي هيموريجيك فيبر اللي هي الهيموريجيك مانيفستيشن، they develop BTKI وابستاكسس وgingival bleeding، فلما في bleeding من كل مكان والمريض عنده فيبر وعنده this typical history على طول تفكروا في الDHF. في تيست كده معروف مع انه عمره ما عدى علي في الام سي كيوز، بس يفضل انكم تكونوا عارفينه في حاله في يوم من الايام جاكم في سؤال، اللي هو بوزيتيف كابيلاري فراجيليتي تيست، انه بنستخدم الكف وانفليت حقه البلد بريشر ننفخها فيظهر في الارمز ايش اللي هي البي تي كي اي هذه، فهذا بنسميه بوزيتيف كابيلاري فراجيليتي تيست، لانه الكابيلاريز بتكون فراجيل فيصير لها رابتشر مع الانفليشن اوف ذا فتحصل البي تي كي اي وال الكومبوزيتيف هيست تيست بنسميه. بمجرد ما المريض يدخل في شوك يبدا يصير تاكيكارديك وهايبوتنسيف بنسميها دينجي شوك سيندروم. دينجي شوك سيندروم از دينجي هيموريجيك فيفر وذ شوك، يبدا المريض يدخل بسبب غالبا البليدنج اللي يحصل، ممكن ترى هيماتيميسيز ممكن بلينا ممكن اي مكان يحصل بسبب السيفير ترومبوسيتوبين اللي بتحصل عاده في الدينجي فيفر. فممكن بعض الحين ديك انها دينجي فيفر دايجنوزز وفجاه في ديفلوب هيموريجيك مانيفستيشن اند وات از ذا دايجنوزز، حتكون دينجي هيموريجيك فيفر. تمام، ف حيكون دائما اي فايرال انفكشن دائما فيها اللوكوبين موركم، ما يحصل لوكوسايتوز زي البكتيريال او الزينوفيليا زي الباراسيتيك، هنا لوكوبينيا وبالتحديد ليمفوبينيا حيكون في ممكن ترومبوسيتوبينيا اليفيتد اي اس تي وحتى الاي ال تي، وبرضه الحالات الدنجي هيموريجيك فيفر الهيماتوكريت بيزيد مور ذان 20% اوف نورمال فاليو بسبب انه يكون دي هايدريتد وديكريز في البلازما فوليوم، فهذا البرسنتج حتتغير وحتزيد نسبه الهيماتوكريت. هذا كله كلام نون سبيسيفيك. وات از ذا بيست تيست تو كونفيرم ذا انفكشن؟ هنا سيرولوجي. في الدنجي بنرسل دنجي سيرولوجي اللي هي الاي جي ام او الاي جي جي، واذا بوزيتيف اي جي ام نعرف انه ذس از انفكتد، اذا اي جي جي كلير ذا انفكشن وانفكشن قديم، فاللي جاتهم دنجي قبل كده حيكون اي جي جي بوزيتيف، اللي دحين عنده انفكشن حيكون اي جي ام بوزيتيف. هنا البي سي ار از نوت نيدد تو كونفيرم، خلوا بالكم في كثير من الديزيز قلت لكم في البروسيلا والملاريا قلت لكم في انيشال وفي كونفيرماتوري وحتى في الاتش اي في، هنا لا سيرولوجي على طول دايركت هي نكست وانس يو سسبكت، وعاده طبعا وي سند اول فايرال سيرولوجي نوت يس دينج، لانه زي ما قلت لهم بريزنت از نون سبيسيفيك خاصه اذا ما في هيستوري اوف موسكيتو بايت. فطبعا ما في علاج نهائي لها، سبورتيف تريتمنت اي في فلويد واسيتامينوفين، وفي الدنج هيموريجيك فيفر وي ترانسفيوز بلاد اذا في انترنال بليدنج، واجين اي في فلويد، وتحتاج طبعا اي سي يو ادمشن وسبورتيف مانجمنت لين الانفكشن كلير. فهذه أهم النقاط اللي عادة تيجي عليها أسئلة فيه وتحتاج أنكم تكونوا عارفينها في الدنجي فيفر. طيب باقي لنا بس آخر محاضرتين، البايركسي أوف أنون أوريجين. تمام، طيب next topic في الID review is the pyrexia of unknown origin، وهذا very short review just concentrating على النقاط اللي تيجي عليها أسئلة ولازم نكون عارفينها لما نواجه دي الكيسز. حنتكلم عن الديفينيشن وهذا أهم نقطة عادة عليها الأسئلة، بعد كده الكوزز multiple causes and how we classify it، what is the investigation، طبعا management according للunderlying cause اللي يكون عاملها. فهذا أهم حاجة تعرفوها، what is pyrexia of unknown origin،
temperature persistently above 38 for more than 3 weeks without diagnosis despite initial investigation في أول 3 أيام من الـ inpatient care أو زيارتين للعيادة. طيب يعني يا يكون inpatient 3 أيام أو إنه جاء العيادة مرتين وأرسلنا التستات ما طلعنا diagnosis. فأهم شيء دائما يركزوا عليه خاصة لما يسألوكم في الـ OCT أو لما يجي سؤال عليها إنه temperature تكون أكثر من 38 بشكل persistent مستمر لمدة أكثر من 3 أسابيع. ورقم 3 أسابيع هو ده أهم شيء، هو اللي تيجي عليه الأسئلة عادة. يحطوا 1 week 2 week 3 weeks 4 weeks وفي البيديا حسب ما أتذكر كان 2 weeks، لكن في الأدولت عندنا 3 weeks above 38 for more than 3 weeks without diagnosis despite the initial investigation اللي حنتكلم عنه. في initial investigation إذا عملتها وما لقيت diagnosis وقتها قلنا this is fever of unknown origin. فأنا أحب أقسم الـ causes عشان لا تضيع لما يجي نقابل هذه الكيسز كثير في المستشفى. نقسمها إلى infectious causes, autoimmune, malignancy, drugs، هذه الـ 4 major category، وبعد كده miscellaneous اللي هي الـ other causes والـ idiopathic اللي هو إذا ما لقينا cause، وهذا بيحصل السيناريو كثير. فهذا الجدول من step up بيلخص كل الـ causes كثيرة، طبعا ما يحتاج أعرفها كلها، بس في أسباب هي اللي عادة تطلع في النهاية وهي اللي عادة present with fever بدون أي specific origin of infection أو أي other diagnosis. فعندي في الـ infectious أهم واحد infective endocarditis لأنها عادة تيجي بفيفر بس وميرنا. You need to do echo, you need to do blood culture عشان تشوف الorganism وتشوف الvegetation في الecho. فأي infection في الجسم ممكن أنها تعمل fever for unknown origin، بس رقم واحد infective endocarditis. رقم اثنين الابسس. We have to do commonly بنعمل CT abdomen to check if there is intra-abdominal abscess أو بلبك أبسس ونات ديتكتد في الـ يعني صعب إنه فالأبسس ما حيعمل أي سيمتوم باستثناء فيبر وممكن ما نلقى أي ديكنوز. فهذه هي دي أشهر اثنين بتسوي فيبر في unknown origin. في سبيسيفيك أورجانيزم مشهورة لازم دائما we investigate for it، التي بي والإتش آي في والأذر فيرال إنفكشن. نرسل الفيرال سيرولوجي إنكلودينج الدينجي والبروسيلا والملاريا بالإضافة للإتش آي في والتي بي. خلونا من دي الجزئية، أهم شيء ننتقل الآن اللي هي الماليجنسي. ماليجنسي أشهر ماليجنسي الليمفوما واللوكيميا والهيماتولوجيكال ماليجنسي. كثير من الأحيان يعني you need to investigate for الليمفوما لأنه خاصة لو الأيج جروب كان متماشي مع الليمفوما أو اللوكيميا. طبعا أي ماليجنسي سوليد تيومر في الكيدني في الليفر في الكولون كان كوز فيفر في unknown origin، بس الليمفوما والهيماتولوجيكال ماليجنسي هي أشهر شيء. تيجي بالكونستيتوشنال سيمبتومز فقط و then you discover مثلا on imaging إنه في multiple enlarged lymph nodes و on biopsy you detect the lymphoma. طيب third category اللي هي الأوتوإميون، وأشهرهم زي ما أنتوا عارفين الـ SLE، عشان كده نحتاج غالبا نرسل ANA والأذر أوتوإميون سيرولوجي. ف this is the third category. طبعا أي connective tissue disorder including rheumatic fever can cause الـ fever for unknown origin. بعد كده عندنا الدرجز وأشهرها الأنتيبيوتيكس بالتحديد البنسلين، كثير من الأحيان يسميها drug fever، بس هذه يكون سهلة بالهيستوري، أخذ البيشنت ريسنت في drug initiation وبعد كده بدأت. فأشهر شيء الأنتيبيوتيكس وهي من أهم الدفلين لازم نفكر فيها. الأذرز طبعا حاجات كثير جدا including inflammatory bowel disease sarcoidosis BE. الأسباب ما تخلص، بس لما نقسمها بكاتيجوريز حيكون less likely لأننا نضيع. والأسباب اللي ذكرتها لكم هي أهم الأسباب اللي عادة تكون هي الديجنوزيز بعد كده يعني في كل كاتيجوري. طبعا في 15% of cases we don't find any cause، والمعلومة اللي تهم أنكم تعرفوها إنه البروغنوزيز is very good في هذه الكيسز. يعني يجي له فيفر ويقعد وضايعين وما نعرف الديجنوزي، في الأخير يتعافى من نفسه ويعني دائما يسأل على دي النقطة إنه كم عدد أو نسبة الإديوباثيك أو ما بنعرف الديجنوزز وإيش البروغنوز اللي تقوله للبيشن. تقوله إنه it's good prognosis، وفي أحيان كثيرة حتى without knowing the cause they clear the cause without intervention. فهذه الانفستيجيشن اللي حنعملها. تمام، you need to order for CBC with differential الESR والCRB الإلكترونات، هذه الانيشال تيست طبعا
ليفر فانكشن رينال، هذه في كل المرضى حنطلبها، يورين كلتشر رينال اناليسيس، بي بي دي تيست عشان التي بي سكرينينج، تيست اكس راي، واذا ما كان في اي فائده من التستات اللي فوق ممكن نطلب سي تي ابدومين تشيست از سكرينينج. اغلب الديزيز حتى يو ويل ديتكتد بالحاجات دي، تمام؟ اغلب في حتكتشفها اذا خلصت دي التستات وعملتها، فهي دي الانيشال اللي بنطلبها في الفيفر والانون في انون اوريجن، وبعد كده يعني وي كان ديتكت الانفكشن. اذا الورك اب نيجاتيف البروجنوسيس از جود وذ ريزولوشن اوف فيفر اوفر تايم، تمام؟ باقي التست اللي هو فيردر تيستينج شود بي انديكيتد باي اول حاجه ابيديميولوجيكال اكسبوجر، رقم 2 السيمتومز الموجوده، يعني ما نمشي كده عمياني، لا حسب ما الهيستوري متماشي، يعني في كونسيرن سيمتوم ان تو بيسيكت فور مالجنسي، في سسبشن اوف انفكتيف اندوكاردايتس ممكن نعمل ايكو وهكذا. الاوتوميون حسب الهيستوري برضو، اذا في فيتشرز ماشي مع الاوتوميون حنطلب الانتي بوديز اللي نحتاجها. فهي دي يعني هو موضوع قصير وفيري سمبل، بس بعض الاحيان تيجي عليه اسئله وفصار انه تضيع درجات، يعني خصص انه كومون بنقابل الفيبر في النون اوريجين. فكده بنكون غطينا اهم الحاجات فيه. طيب اخر محاضره اللي هي محاضره الميرسكوب. طيب هذه المحاضره يعني هي الفاينل ليكتشر في الاي دي ريفيو، ويعني الاسئله على الكورونا فايروس اللي عدت علي فيري يعني قليله جدا، بس اغلب الاسئله وهذه المحاضره حتركز على الميرس كوف، مش الكورونا 19 او الكوفيد 19، لا على الميرس كوف اللي هي عليها ستاديز اكثر، بنعرف معلومات اكثر عنها، عشان كده عاده الاسئله تيجي عليها. ف دي الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم او الكورونا القديم اللي طلع على 2011 2012. ف هنتكلم عن الديفينيشن، الكلينيكال فيتشرز، هاو تو دايجنوز اند ذا تريتمنت، واتس فيري سيميلر عن المعلومات اللي موجوده في الكوفيد 19، اتس نوت ديفرنت، والبرزنتيشن از فيري سيميلر اكسبت انه هنا التست كوفيد 19 بي سي ار، هنا الميرسكوب. فهذه acute viral respiratory tract illness أو infection caused by the beta coronavirus اللي هو بنسميه الميرسكوب أو middle east respiratory syndrome coronavirus. فهذا أول ما اكتشفوه في 2012 عندنا في السعودية، ويعمل في can be asymptomatic to mild respiratory symptoms but it can cause severe rapidly progressive pneumonia with ARDS أو acute respiratory distress syndrome septic shock multi organ failure. نفس الشيء بيحصل في الكوفيد 19، بس الفرق ان الكوفيد 19 is milder واخف من الميرسكوب، لكن انتشاره اسرع واكثر من الميرسكوب. الميرسكوب حالاته قليل، يعني التوتال في حدود 2000-3000 حالات وصلت، بس المورتاليتي is very high، يعني غالبا يعمل ARDS وسبسيس وأورجان فيلير. فمتى أفكر إنه هو الديجنوزيز الصح؟ إذا شخص سافر للميدل إيست في آخر 14 يوم وعنده خاصة إكسبوجر للإنفكتد كاملز، تمام؟ فإكسبوجر تو كاملز إز ريسك فاكتور في الميرس كوف، وإذا موجود في الكيس على طول فكر إنه سبب الفيبر. هي الفكرة كلها أسئلة الاي دي غالبا تيجي فيبر history of exposure لواحد من الريسك فاكتورز، فهنا الريسك فاكتور الأساسي اللي هو traveling to middle east أو الexposure للinfected camels، وبالتالي they will develop the non-specific symptoms include dry cough, shortness of breath, flu-like symptoms, bilateral infiltrate with chest x-ray, bilateral crackles, chest pain، كلها non-specific. إذا ما في exposure you will not know إنه، أو إذا ما في endemic أو في break. لما يحصل بعض الأحيان حالات تنتشر حالات 3-4-5 حالات ممكن we send for this test we suspect، فهي لازم يكون في exposure يخلينا نفكر في هذا الديجنوزيس. فعشان كده أنا مركز على نقاط الexposure في هذا الفيروس. طبعا أي viral infection you will find، أو يعني فكروا أنه في viral infection، إذا لقيتوا leukopenia
او ليمفوبينيا وترومبوسيتوبينيا، الحاجات هذه كلها متماشيه مع فايرال انفكشن. وعاده في الحالات اللي زي كذا نرسل فايرال سيرولوجي انكلودينج كوفيد 19 وميرس كوف وانفلونزا والدنجي وكل الفايرال سيرولوجي انكلودينج حتى الاتش اي بي. الدايجنوزز از كومبليت باي بي سي ار، يعني على طول نعمل البي سي ار تيستينج، ات ويل كونفيرم ذا دايجنوزز 100%. وفي تيست اكس راي كوملي بيكون في ديفيوز باي لاترال انفلتريت، نادر يكون لوبر لوبار اور ابسنس اوف انفلتريت، لكن عاده يكون ديفيوز باي لاترال انفلتريت. فخلوا بالكم من دي النقطه، هاو تو دايجنوز وذ بي سي ار وين تو سسبكت traveling to Middle East or exposure to camels with this non-specific presentation and bilateral infiltrate in chest X-ray. طبعا how to manage this patient, we admit to the hospital, we isolate the patient, دائما طبعا لازم يكون contact and airborne isolation, supportive care with oxygen fluid and antibiotic, و empirical antibiotic to cover for bacterial أو السكندري بكتيريا عشان نمنع أنه تحصل سكندري بكتيريا الستاف أوريس. طبعا ما حتصدقوا على طول، ممكن تعمل سكندري إنفكشن ونيموني والبيشنت يروح. والأنتي فيروس في حالة كان إنفلونزا لأنه نانسبيسيفيك، لأن تطلع الريزولت بعد كده نوقف الأنتي بايوتكس والأنتي فيروس. فونس الدياجنوزيز ميد وي كان ديسكونتينيو الأنتي ميكروبيال ثيرابي. تمام، فهي هذه أهم النقاط اللي تحتاجوا تعرفوها عن دي الإنفكشن، وأهم نقطة فيها اللي هي الإكسبوجر. وفي يعني سؤالين لثلاثة أسئلة من بدأ الميرسكوف عدت علي، ويعني بعض الأحيان يسألوا عليها، فمهم تكونوا عارفين دي المعلومات، وهي عادة اللي تجي عليها الأسئلة. فإذا عندكم أي استفسار أو أي سؤال سواء عن هذه المحاضرة أو أي محاضرة ممكن ترسلوا لي على تويتر، إن شاء الله أجاوبكم في أقرب وقت. تمام، فاحنا كده خلصنا محاضرات الاي دي والجزء اللي معايا من الجاسترو. اذا في اي سؤال، احنا كده خلصنا، معليش يعني طولنا اكثر من الوقت المفروض بس لانه تو سيستم. اذا في اي سؤال تمام، فإن شاء الله باقي المحاضرات حتكون مع الدكتورة إيلاف اللي باقي من الجاسترو. الله يعافيكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق للجميع.